كي كديروا في البرد وفي الشتاء كيفاش؟ مكرفسين في البرد وفي الشتاء بحال راني في الزنقه. لا كي في الشتاء لا كي في البرد حتى هكا في الشتاء كيقطر عليكم ماشي كلشي كيقطر عليا كلشي كيقطر عليا حتى حوايجي ما عنديش غنحطهم كلشي كيهبط عليا الماء كلشي كيفزقوا لي حويجاتي كيف مسكين خوتها لهاد الوليد راه كيموت لنا راه البارح فتحوا له وصيفطوا لنا هنا دابا انا مزوقه فيكم بالله وبيكم. السلام عليكم متابعي جريدة صوت العدالة، كنتمنوا تكونوا بخير. عودة مجددة من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، اليوم كنتواجدوا بالضبط بعين معزة أمام حالة إنسانية جد حرجة جد صعبة، حالة إنسانية كتستدعي التدخل. طفل يتيم كيعاني من المرض من الفقر. مشاهدينا الكرام باش تعرفوا التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الفيديو. ديال الحشمان عندي الوليد ديالي مريض ديال مرض القلب وعنده ميكروب في الدم والبارح دار عمليه وما عنديش فاش نشريلو دابا الدواء وقال خصو يخرج باش يكمل العلاج واحد السيد مسكين دخل له ما محقوش يخليه عنده في الطبيب ديالو حتى هو تبرع له مسكين. شحال دابا هو كيعاني من هذا المرض؟ من 2019. شنو عنده؟ 2019 كان كطيح لنا وكيسخف عادي كنديوه للطبيب يقول لك راه هي السخانه السخفه ولاني في 2021 كنكتشف عنده الميكروب في الدم عنده مرض القلب ودابا بغيت ندير له تلفاز القلب وندير له سميتو حيت داروا ليا وحده شي ناس والثانيه باقا ما دارت لياش قال لك دابا خصو ينعس ما عنديش انا باش نخلص باش ينعس حيت الراميد ديالي توفات ليا مات ليا دابا خصو الدواء ديالو ديال القلب وخصو باش يدير التلفازه باش يكمل علاج القلب ديالو. شحال السن ديالك؟ انا عندي 27 سنه ارمله ومطلقه ميت للوالد ديالو توفي له يتيم توفي له الاب ديالو. دابا قولي لي الحاله الصحيه ديالو كنتي قلتي لي بانه داير عمليه علاش داير عمليه؟ دارها على داك الولسيس اللي عنده الميكروب مدوز له لعروق القلب. وشكون اللي كان ساعدك باش انك درتي العمليه واش تلقيتي مساعده ولا لا؟ ساعدني واحد السيد الله يكثر خيره نعم هو اللي وقف معايا مسكين في الطبيب وساعدني وقال لي انا غنوقف معاك تيديروا ديك العمليه وتبرع له شي بركه باش دار له هو العمليه عنده في الطبيب ديالو دخل هو اللي دارها له. نعم ودابا انت ما خدامه ما والو منين كتوفري القوت اليومي ديالك وديال الوليدات ديالك؟ انت عندك جوج وليدات وارمله. ما خداماش انا حيت مقابله ولدي مرض ما عنديش اللي قابلو ليا وخصو واحد الدواء ياخذو باش يهمد عليه داك الحريق وخصو ياخذ واحد الدواء باش يتواقد. دابا ديك الدواء ما توفر ليش باش ناخذو يانا حيت غالي عليا ما توفر. كنتي قلتي ليا كان واحد الشخص كان كيساعدك
توفى مسيك الله يرحمه. ومدة ما ساعدكش فاش مشيتي سولتي عليه اكتشفتي بانه توفى؟ توفى مسكين. نعم الله يرحمه. مرحوم بن سالم الله يرحمه ويراوي ليه رحمته الله في هذا النهار. هو اللي كان كيساعدني. نعم. إمام كان في الجامع حتى هو، كان واقف الحالة ديال ولدي وشري له الدواء. واحد الوقيته كاع كان كرا ليا مسكين وهذا، ولاني كتاب الله مشى عند الله. دابا انتيا باش كطالبي كشفناك فين ساكنه؟ دابا انا كنطالب ولدي يتعالج من الميكروب. منين جا هاد الميكروب؟ جا من هاد السكنه هادي اللي شفتو دابا، هاد السكنه هي اللي جا له منها الميكروب. حيت دايز عندنا حنايا بخرار، بخرار بدايز والنفايات بزاف بزاف دايز، يعني واخا كتنطفي داكشي اصلا موسخ من الديبار الاول. ما لقيتش انا باش نقدر نكري، ما عنديش يلاه الدواء ديالو والعلاج وهذا، راكي عارفه الله يحسن العوان ما خدامه ما والو، راه ما يمكنلكش. دابا تزاد مرض اخر على المرض اللي فيه بانه جاه القلب، القوت ما الادويه وما كياكلش، ما كياكلش والدوايات، وداك الميكروب اللي كان فيه هو اللي تسبب له مرض القلب. داك المرض الميكروب اللي كان عنده تسبب له مرض القلب. دابا كتجي السخفه ما بقاش يقدر يوقف، يتمشى بزاف ولا شي حاجه كيسخف ليا. كان ديال السبيطار كاين على الشهر 4 شهور 3 شهور شهرين كيخرج، خرجوا لي التلفازات القلب ما لقيتش باش نديرها، خرجوا لي بزاف د الحوايج ما لقيتش باش نديرهم. البارح دخل السيد البلوك دار ليه العمليه مسكين، هو تعاون معايا الله يكثر خيره والله يجازيه بالخير، دار معاه اكثر من جهده، حسبوا ولده حسبوا خوه مخلى ما دار معاه. انا كنشكرو حتى هو، وتنشكر كاع الناس اللي وقفوا معاه فاش دار التحاليل. دابا انا بغيت يتعالجوا معايا على الدواء ديالو ياخذوا ويستقر الحاله ديالو ويرجع الحاله الطبيعيه ديالو، حيت ملي كينعس ما كيوليش يفيق بحال مغيب. جينا دابا تقريبا مازال ما فاق ما تحرك ما حتى حاجه. لا مازال ما كيفيقش وما كيهضرش، حتى الهضره ما كيهضر، كيهضر غير بسمعو، ما كيقدرش يهضر مسكين. قود ديك الحريق اللي فيه وداك باقي من العمليه مجروح ما كيقدرش يهضر باقي ناضر. نعم دابا انتيا ما خدامه ما حتى شي حاجه، يعني شكون ملي كتجيبي القوت اليومي منين كيساعدك؟ شكون ما خدامش؟ دابا انا جالسه مقابله ولدي، ملي كتغوت لي شي وحده كنمشي نسيق لها الدروج ولا نخمل معاها ونرجع عند ولدي في الزربه. نعم تنخليه ناعس وكنجي كنلقاه ناعس. انا شفنا هنايا معاك الام ديالك والابن ديالك الصغير حتى هو كاين، واخا كاينه مسكينه الام ديالي ما تعرفش تعطيه الدواء اللي كنعطيها انايا، حيت الدوايات عنده تقريبا شي 14 سيرو اللي كيشرب. نعم كل سيرو وفوقاش الوقت، ما تعرفش هي مسكينه تعطيه. انا مازال ملي نعس معاه في الطبيب وهذا راه وليت كنعرف شنو نعطيه الدواء فوقاش وهذه، حيت كاين الدواء اللي هو دابا كيوزن 17 الكيلو خصو يهز 17 الكيلو باش يشربها. نعم هو قلت كما قلتي الاب ديالو متوفي، هو طفل يتيم. يتيم. نعم الله ميت له مسكين وخلاه ليا صغيور، وانا دابا اللي هزاه وانا اللي متكلفه بكل شيء ديالو وخدامه عليه، وكان والحاله لحالة الله. نعم دابا الطلب ديالك المغاربه والنداء الاخير المغاربه. النداء الاخير طلب الخوتي المغاربه يتعاونوا معايا على هاد الوليد. نعم. ويداوى حتى هو باقي صغير باقي باغي يمشي للمدرسه، وياخذوا لي معايا الدواء ويديروا له معايا ديك التلفازه لا قدوا عليها، يتعاونوا معايا حتى خصو تلفازه القلب، ويتعاونوا معايا كايا هي شي سكينه اللي جلس فيها ولدي حتى يتعالج على خير وبخير. هذا الطفل هذا اللي داير عمليه ومتصاب بهاد الامراض، يعني في هاد العيشه اللي عايش راه ما غاديش يقدر يتحمل. نتحمل شو هيك كيدير ليا دابا، شوفي كي كيتقلب مسكين. كي كديروا في البرد وفي الشتاء كيفاش؟ مكرفسين في البرد وفي الشتاء بحال راني في الزنقه. لا كي في الشتاء لا كي في البرد، تا هكا في الشتاء كيقطر عليكم ماشي كلشي كيقطر عليا، كلشي كيقطر عليا، حتى حوايجي ما عنديش غنحطهم، كلشي كيهبط عليا الماء، كلشي كيفزقوا لي حويجاتي، كيفزقوا لي حويجاتي ما عندي ما نلبس لهم، فلوس باش نشري ما عنديش، كلشي تيضيع ليا كلشي كيمشي ليا. دابا انت حتى باش زعما تمشي تخدمي ولا شي حاجه ما يمكنلكش، عندك وليد باقي صغير صغير وعندك هذا اللي عيان وما تقدريش تخليهم. لا ما نقدرش نخدم، ما نقدرش نخدم، ما يمكنليش نقدر نخلي ولدي ونمشي نجي نلقاه ميت ليا، ما يمكنش. ما باغا نتقبلهاش انا، دابا هو طيح ليا مريض تركل وما قداش، ما عنديش شنو ندير، ماشي بالاستطاعه ديالي باش ندير، خصو شحال من حاجه مسكين يديرها. اول بنضه باقي مركبها ما تحيدهاش مسكينه، والدواء باقي ما شربوش، الدواء البارح خرج ليه، البارح خصو يشربوا الدواء، ما لقيتش باش نشري حيت سولت عليه في الفرماسيون لقيتو غالي عليا شويه، ما عنديش، ما غيمكنلهمش وما يعطيوه لك ما كيعرفوكش. هو دابا الاطفال في السن ديالو كيلعبوا كي هذا، هو مسكين هز المرض منو سلامتو كيلعب وكنقز يخرج، وهذا هو مسكين ما كيلعبش وما كيخرج ما والو، فقال سيكن كيما خليتيه كيما حطيتيه كيما كتشوفيه،
دابا تقريبا عام دابا باش طاح هاد الحاله صافي كما هو. كتشوفي الحاله ديالو كيف بحال اليوم بحال البارح. معنا هنايا الجده ديال محمد اللي بغات حتى هي تتكلم. قلنا شفنا قبيلات كتبكي بحرقه على هاد الطفل هذا اللي كيعاني مسكين. عاون خوتا لهاد الوليد راه كيموت لنا، راه البارح فتحوا له وصيفطوه لنا هنا. دابا انا مزوقه فيكم بالله وبيكم، الا ما عاونونا على هاد الوليد راه كيموت لنا هنايا في الدار. الله يرحم لكم الوالدين، الا ما عاونونا على هاد الوليد هذا راه كيموت لنا في الدار. الله يرحم لكم الوالدين، حنا بالله وبيكم. النداء ديالك للناس والمغاربه خارج وداخل الوطن. نعم كنطالبو خوتي المغاربه يتساعدوا معايا على داك الوليد اللي باقي صغير ودار عمليه البارح وخرج دابا راه في الدار وفيه الحريق وخصو يدوز له داك الدواء ديالو وخصو يبقى في الطبيب باش يرتاح حتى هو. ما عنديش باش نخلص له الطبيب خرجته. ودابا كنطالب من جلاله الملك وخوتي المغاربه ويشوف هاد الحاله اللي انا عايشه فيها وهادشي اللي انا فيه. بغيتهم يتعاونوا معايا ويتساعدوا معايا حتى انا يتشافى ولدي ويعيش بيت هكا يتكرى ليا فين يعيش هو فيه نقي. شنو قال لك شنو قال لك الطبيب على 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 سميتو على الحاله ديالو؟ الحاله ديالو هذا المرض هذا تصاب له هذا المرض بهذا الميكروب هنايا حيت حنا ساكنين اصلا في بوخرارب. نعم. حاجه كذا ساكنين في بوخرارب يعني اصلا هنايا البلاصه موسخه. وقال لي ولدك واخا ياخذ العلاج غيولي يرجع نص المرض. نعم. غيولي مرض. العداله كما كتشوفوا كنتمنوا من خلال جريده صوت العداله الناس يمدوا لها يد للمساعده ويساعدوها باش تعالج ولدها باش توفر له القوت اليومي وحتى الناس يعاونوها باش توفر سكن. لحقاش راه عايشه في واحد الحاله راكم شفتوا شنو كاين، راه فاش كطيح الشتا راهم في العذاب وهذا الطفل هذا راه ما قادرش يتحمل هذه العيشه هذه. كنتمنى من القلوب الرحيمه يساعدوا هذه السيده هذه الام يعني ارمله باقا شابه وكتعاني هذه المعاناه. كنتمنوا المغاربه خارج وداخل الوطن يساعدوها